صار شنو هو القانون الجنائي؟ القانون الجنائي واصك تدخل لواحد المعزل، لواحد السجن سوسو وتسد عليك وتكتب. لأن غير كتبدا تكتب، عندك كتمس المصالح وكيبدا الغوات. عندك كتمس المصالح الفئوية وتيبدا. وتيجي هنا دير هذه فعل هذه وكتبقى غلط، وإلا تكلمتي يقول لك أنا استقلالية السلطة القضائية، ما عندك الحق تكلم. علاش؟ لأنه استقلالية السلطة القضائية، وأنا عندي شي سلطة على القضاة. نولي هاني هضرت زعما كيسمعوا ديال القضاة، ما عندي سلطة. لذلك إلا بغاو يزيدوا بالبلاد قدام خارجوا من النقاش السياسي ونجيو للنقاش الفقهي. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.